الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حابين نعرف من فضيلتك استعدادات القطاع لانطلاق الدور الثاني في الثانوية الأزهرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، امتحان الدور الثاني كامتحان الدور الأول تماما من حيث الالتزام، حيث قواعد ضبط الامتحان ومواصفات الورقة الامتحانية، من ناحية الاهتمام بلجان المتابعة، الاهتمام بالتصحيح، الاهتمام بإخراج النتيجة ورصدها بما يضمن مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم. نفس الاستعدادات إن شاء الله بإذن الله وتزيد، لأن الحمد لله بعد انتهاء الدور الأول والنجاح الذي تحقق فيه، يعني تحملنا عبء كبير أن تكون امتحانات إلى نهاية العام إن شاء الله أكثر توفيقا ونجاحا إن شاء الله. احنا انتهينا بالفعل من طبع جميع الأسئلة إن شاء الله مع بداية الأسبوع، في وسط الأسبوع المقبل سيتم اختار المناطق بكافة الاستعدادات اللازمة. تم اختيار المقرات الخاصة باللجان، تم انتقاء أفضل المقرات وأحسنها، تم تحديد المسؤولين عن غرفة العمليات، المسؤولين عن لجان المتابعة. الجدول طبعا تم نشره على البوابة وفي كافة وسائل الإعلام. اخترنا الطلاب بنتائجهم وطلبنا من المسؤول المعاهد ان يوقع كل طالب له حق دخول الدور الثاني على المواد التي رسب فيها حتى لا ينسى مادة. نتمنى من الطلاب الالتزام، نتمنى من الطلاب الانتهاء من موضوع الغش ورفع هذه الثقافة من أذهاننا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن ينجح الجميع ويتفوق الجميع بجهدهم وعملهم الدؤوب.